بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا محمد، ربنا زدنا من عطاءاتك ومن بركاتك، اللهم اجعلنا من المحسنين من خلقك، اللهم اجعلنا من الصابرين على إيذاء الديانة، آمين يا رب العالمين. أما بعد، بعجالة وببركات من الرحمن نجتهد في فهم بعض ما قصد بهذه الآيات الكريمة قبل نهاية سورة الكهف. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قال قبلها بآية آيتين، قال هذا رحمة من ربي ذو القرنين على لسانه وردت هذه الآية، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وهذا الحضارات والثقافات اللي تقول هي ذات شأن تبني وتشيد وتخلي أسماء عند أمة خالدة، لكن الحقيقة سيأتيها القرار والقدر ويفنيها ويجعلها أثرا بعد عين. لكن ذو القرنين اللي وصلوا من الله سبحانه وتعالى من تأييد ومن استحسان، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وقت ربي أي حين يتم الأجل، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، هيك اللي بناه هناك باش يقيهم من شر يجوز ومجوز، س ما يذهب غباء المنظور، هو يعرف ان لا دوام الا لله، كل من عليه فن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. قال هذا رحمه من ربي، ولهذا اللي قاعدين اليوم من الشرق والغرب يتباهوا بما عندهم من طائرات ومن برامج حرب النجوم وكذا، كلهم غافلين عن المآل المشين لهم، وسيندمون ويطعون الثمن في الدنيا والاخره. وانا بلها عاطين الجيوش مجيشه وقت خونا سرجان بطلنا المغوار عليه رحمه الله حيا او ميتا، فلا ثم طبنا جاءوا باش يفتكوا به، لانه ملا استحسد عليهم ورفض ان ينصاع لعداوتهم ولاملاءاتهم. هكا نساء بيدك كما تكون في فخ نصبه الله لاعدائه. اسمع تدوم الحساب كواليشن يعني جدار ماشي ما فيكم شكروا بطل وشكروا من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وإباء. بل هما أكروا غالبين واستعيب شيء يبرز أحد بعد، فإذا فيه ملا القار زادت قوة بعد خلقة الدولة الإسلامية الفتية، وإن كان فيها علوم ما ثم جماعة غنية عن العلوم، كلنا مصابين بالعلوم، وربنا سبحانه وتعالى يحب يخرجنا تلك العلوم ناحية وكان ما عادش العيوب. هل ما زال المغفرة مجال للوجود؟ لا والله، إن الله سبحانه وتعالى حين ابتلانا بالعيوب وابتلانا بالضعف أمام المشتهيات هو نسانا إبليس عهدنا مع الله، هذا كليك هو مفتاح لمغفرة الله لذنوبنا وإصلاح حالنا وقلب مساوئنا إلى محاسن، وهذا من فضل الله عليه. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني ذو القرنين قيمة العقيدة وكان وعد ربي حقا، هو سبق أن والله وعد ربي حين شرق وغرب وكيف تفاعل مع الناس وكيف أنا تسامح وكيف عذب تسامح مع الغافلين، ولكن كان صعب شديد الميراث وكان عقاب شديد عند الناس اللي لم تبقى لهم ذرة حياة مع الله. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، يعني هو ممتثل إلى أوامر الله ونواهيه ويعلم يقينيا
أن الوعد وعد، الله لا يخلف الميعاد. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بحر، قبل ما نشوف الدنيا ربي يقول وتركنا بالحار، لكن هو مستقبل يشوف ربي ما شانه حين يعبد. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني امواج تتراكم مع بعضها شرقا وغربا عربا وعجما، يعني كلهم على بعض، وكل حزب بما لديه فريق. وهذا مسمع شبه الجزيره العربيه، ما لما آلهم الخسران لم يتوبوا، وبالقريب العاجز تسمع اخباره ويصبح حديثهم عند الركبان، ماذا يشغل الركبان ويشبك الشاغلون بهم، ويفرح الفارق الذين سيفرحون بنصرنا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. شوف سر الصور، تنفخ في النفخه الاولى والثانيه. وعرف جهنم يومئذ الكذب معه، يا ناس يا منافقين يا مجرمين، ستعرضون على جهنم كما حدث لفرعون وقبيل، بالصباح وبالمساء يعرضون على جهنم من خلال تعليمهم، وهم الحياة البرزخية. يا ويلكم يا كلاب يا منافقين. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. بقوة الله، سلطان الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه. وعرضنا جهنم يومئذ لكبر الناس كفرا، تكفر هذه النار، لك سيعلم ثمن كفر كفران مع الله. تكفر تكذب ربك وصدق ابليس. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر، يدعون الاسلام وهم في غطاء عن ذكر الله، صم بكم العم فهم لا يعقلون، لا يعلمون، لا يشكرون، لا يخافون. الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. شوف الصمم، مش حواس، هذا صمم في البصيرة، عميت والعياذ بالله، خسر أصحابها. أبا حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، المشركين الكلاب اللي يمنوا بالدولار ويمنوا بالذهب والفضة، حطوا في بالكم الربح اللي يدخل لدمكم يسميكم دمكم حتى البشرة بتاعكم تسود. وكذلك الفضة نفس الشيء، لا غير اسم، والعياذ بالله والعياذ بالله. وكان لا يستطيعون سمعا، هذا حسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادا من دون اولياء، انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وبئس النزل، وبئس الفراش، وبئس المهاد، وهم خالدون مخلدون في عذاب لا يرتعوا ولا يخففوا، العياذ بالله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. شوف نبينا عليه الصلاة والسلام أي حكمة ورد إليه من لدن الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تحبوا نعلمكم معلومة تفيدكم. قل هل، ولكن لا ينفع فيه العقاب نفسه، الناس هذوما صم بكم وهم فهم لا يفقهون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين يضلوا سعيهم في حياة الدنيا، اللي سعيهم الكل واللي يعملوه في الدنيا ما يبقى لهم شيء من الأجر، يعني أعطاهم ربي أجر في الدنيا. أنا سبق الأجر في الدنيا، فبقي يبقى للوزر والعياذ بالله. الذين يضعوا الله سعيهم في حياة الدنيا ما يلقوا حتى شيء من الثمار. تعاملون أخذتم طيباتكم من حياة الدنيا. الذين ضلوا سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذوما الناس اللي دخلوا روحهم كرماء، دخلوا روحهم كرماء، دخلوا روحهم شجعان، دخلوا روحهم أوفياء لدين الله. أبدا من يجيكم أنتم تنفقوا الأموال باش تقتل المؤمن والمؤمنة والصغير والكبير. أعطينا بعدتم يا كلاب شبه الجزيرة العربية في حق المصريين الأبطال، وإن كانوا من أسقطوا فريضة بارزة، لكن
مفضلين عليكم أي تفضيل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين يرمون السعي في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يأتون رسول عليه. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم يعني الآيات علامات مرسلة من الله لكي تأخذ بها، أن تعلم أن الله حق ووعده حق وعذابه حق والأجر الطيب حق زمان. لكن أنتم اخترتم العذاب دون الرحمة والعياذ بالله. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أخذوا لي يوما من لقاء يحسن العمل منه والقول. أما أنتم أسعتم في كل الميادين محاكمات سورية باطلة تقتيل وتحريق وترفيق التهم وأنا مجرد وتبدأوا تجري وراه حتى كلابكم يقولوا لو سلمنا الانتربول فلان وفلان من الاخوان لا سلمت مصر من العوام ومن الشكل يستفيد مشاكل يا منكم انتم يا كلاب مصر اللي تبلغوا من الفرع وانتم لم تبلغوا قبل الفريع. اين انتم من دين الله يا كلاب؟ تكون القران وهو يلعنكم وتتفزعون بملقاء بلا أوصمة من الأسر تنمس الأسر منذ زمن طويل إلا من رحم ربنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم حبطت أعمالهم أي لم يبق فيها أجر ولم يبق فيها أثر طيب ولم يبق فيها نصيب. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم رأوا البليخ بليخ ناس تعالوا موضوع كلام الله حتى تلو من المنذرين الذين يتعظون بالإمارات الربانية. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وزنا لا وزن لكم إلا في جهنم كالحصى والحصباء والعياذ بالله. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثم يذكر الذين آمنوا عن الصاعق صالحات كانوا في دوشي نزلا لا يبغون على حي ولا لما جاءوا. السلام على المجتمع الودي.